شفتوا في الواقع كثير كثير صعب. احنا بنحكي لقيت المحطة تقريبا الوحيدة العاملة في منطقة رفح، بتغذي السكان بالمياه المحلاة. بنواجه صعوبة كثير كبيرة في توفير السولر، ان احنا في وقت شتاء، سواء بدنا نحكي عن حلول بديلة كطاقة كثير حتكون ضعيفة، ما بتقدر تساعد ان هي تشغل لفترات طويلة، وعدد الناس السكان تضاعف بشكل كثير كبير خلال الفترة اللي فاتت. في الايام هذه اضعاف اضعاف العدد. Thank you.